مرحبا شباب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تكونون بخير ومرتاحين. طلابنا الالكتروني الغوالي، ان شاء الله اليوم محاضره مهمه ايضا، من المتعه صراحه، اللي هي الوراثه ما بعد مندل. يعني احنا صراحه مليله من الوراثه المندليه وسقطناها حين خذنا. احب اذكركم بالمحاضره السابقه اذا تذكرون، واذا حبايبي اوكي راح يجي هذا حبايبي، خلينا نراجع شوي الموضوع السابق اللي هو السياده الغير تام. اوكي، انا اسميها الخلاط. اوكي، شنو هو الخلاط؟ تتذكرون انه الخلاط ايش خلطت؟ خلطت شلونكم؟ زين، خلطت الاليلات سوا، وخصوصا كان عندي لون الازهار. لون الازهار في نبات حنك السبع كان عندي لونين، بي احمر وعندي شنو هو؟ ابيض. وانطيناه بهذا الرموز وعرفنا شلون نربطهن، قلنا سبع يطلع دم ويحب وحده بيضة على راسها ريشه، اوكي، وممكن نسويها انه لابسه فستان وردي حتى يطلع عندي شنو هو؟ عندي الافراد راح تكون عندي هنا بهاي الطريقه تكون ورديه. فش صار انا عندي بالسياده الغير تامه اخوان؟ صار عندي اختلاط بالاليلات مالت الاحمر زائد الابيض، مزجوا لي اياها للالوان، ايش راح يطلع عندي؟ راح يطلع عندي بينك اللي هو الوردي، صح لو لا؟ زين، فهذا اللي صار عندي انا السياده غير تامه، وسميناه سياده غير تامه لانه الاحمر احنا نعرفه هو سائد. لكن المشكله وين؟ انه ما حقق للسياده اللي يريدها، فبقى انه قال يا ابا اوكي راح اختلط ويا الابيض والله كريم. ما سبب لي انه السياده تامه وظهر الاحمر على عكس مندل الاول. لازم يجوا. والله العظيم انا ابدي بالتصوير كلها تجي عباد الله، السمك ابو العتيق، صلح طباخات، باقي لبليف، بعد ميارو، والله بعد شنو اللي كانوا يجونه؟ لو يجي هذا ابو دراجه جيراننا على ساعه دراجه مالته افشش طياراته. لازم يعني لازم، سبحان الله، موقتين ويا لو بالعشره بالليل، ها بالعشره بالليل اصور يجيب الغاز. يعني ماكو، ما منطين مفك يا صبح يا بالليل بهاي المنطقة دمرتني دمار. طماطة عراقية ب 3000 مذبل فيها، شنو مو طماطة؟ ها أربع كيلو ب 3000 أخوان، بس خلصنا معود روح. زين، إذا السيادة الغير تامة، السيادة ما حققت لي اللي أنا أريده، سببت لي إنه اختلاط للأليلات، صارت عندي الخلاطة أنا أسميها، ها خلاط راح تكون عندي أحمر وأبيض، طلع لي الفرد الهجين. الهجين يختلف بالطراز المظهري، طلع لي وردي، لا هو احمر ولا هو ابيض، وردي. اذا اختلاف عن الاباء. زين، هذا ما يخص انه، خصوصا هذا كان عندي اهم مثال، هو المثال الوحيد اللي موجود بالكتاب، المثال اللي اعطيتكم اياه الثاني ما موجود بالكتاب. زين، خلينا نروح هسه عندي الى نوع ثاني اللي هو يدعى بالسياده المواكبه او المشاركه او المشاركه. زين، السياده المشاركه او المواكبه يقول هي الحاله التي يتم فيها التعبير عن الأليلين معا. ها، يتم التعبير عن الأليلين معا وين؟ في الطراز المظهري للفرد الهجين. بالطراز المظهري للفرد الهجين، بمعنى انها نوع من الوراثة اللامندلية يظهر فيها عاملي او عاملا صفة معينة تأثيرها على انفراد، ولا يحدث اي اختلاط بين الأليلين في الطراز المظهري مثل توارث ثون الشعر في الماشية القصيرة القرون. يعني ايش دا يحكي هذا الخريطة اللي موجود؟ شنو دكتور هذا ايش دا يحصل؟ زين، اليوم اني وعندي طالب راسه مربع بالحضوري اسمه ديار. اوكي ديار حبيبي، ترى انت ما تخلص مني، والله ما تقدر لي بالحضوري اتنمر عليك، وبالإلكترون ما تتنمر عليك، ما تخلص. زين، ما انا قلت لك تنزل محاضرة راح اقصفك بيها. زين، ديار بيتهم مفول، اوكي هيك فول ما شاء الله، عين البارد، اللهم صل على محمد وعلى اله. فلوس فلوس، اوكي اللي ببالكم الفلوس، بس المشكله هو خطي راسه مربع، يعني اوكي راسه مربع. ديار قال يابا انا فلوس ابوي هواي، اوكي صح ذبيتن على الخصوص هواي، بس عنده بقى فلوس. قال دكتور ليش ما نشارك كان وياك بمشروع؟ قلت له نفتح؟ قال لا والله خلينا نفتح مكتبه كوزمتيك. قلت له شو اسوي الكوزمتيك؟ قال يعني نترزق به وهاي. المهم قلت له يابا نفتح كوزمتيك وخلص. قالوا انت همات يا طالباتك وكذا وهاي يجون يشترون. قلت له عمي ما يخالف. قال انا من يم 10 ملايين فقر،
حتى عنده خير من الله. 13 ملايين ليش؟ زين. قلت له عمي تمام 10 ملايين تمام. قلت له والله ماتي مني 10 ملايين. قلت له يعني النسبة ماتك 50% 50%. قال هذا هو زين. قال زين المحل باسم من نسجله؟ قلت له احنا راح نسجله سوى باسمنا اثنيناتنا. يعني تجينا الرقابة علينا اثنيناتنا. يجينا ابو الماي علينا اثنيناتنا، ابو الجواية علينا اثنيناتنا. نبيع اثنيناتنا، نربح اثنيناتنا، نخسر اثنيناتنا. اذا شنو مشارك؟ اوكي؟ او مشاركة. زين. شاركنا سوى. فمن يجون يسألون يابا هذا المحل مالت من؟ والله هذا المحل مال الدكتور ابو الفضل الساعدي وديار ابو راس المربع. صح لو انا غلطان؟ جايين نذكر اثنيناتنا. ما جايين نذكر واحد من يمنا. مو ما جايين نذكر واحد من يمنا. اثنيناتنا جايين نظهر. تمام تمام. زين. اذا شاركنا. ها تشاركنا. انا ويا ديار تشاركنا ظهرنا اثنيناتنا. زين استاذ يعني ايش دا تقصد؟ يقول هي الحالة التي يتم فيها التعبير عن الأليلين معا في الطراز المظهري. الأليلات اثنينات الرئيسيات. هسه مثل ما راح ناخذ مثال، مثلا عندي هنا فصائل الدم، عندي الاي وبي، عندي شوف فصيلة الدم اي وعندي فصيلة الدم بي. من الجمعة ايش طلع لي؟ فصيلة الدم اي بي اثنينات اللي تعبر عنهم. ما قال والله فصيلة جديدة طلعت لي مثلا سي. اوكي لا ايش طلع؟ اندمجوا ذول اثنيناتهم، اندمجوا بس ما اختلطوا. صار واحد بصف الثاني. اثنيناتهم راح اعبر عليهم، اوكي؟ يعني هسه احنا مثل من شاركنا انا وديار انه المحل ما صار اسم مثل واحد، لا اثنيناتنا. ما واحد شاخ على الثاني، لا نقول يابا هاي ارباحك وهاي ارباحي. زين؟ فبالضبط عندي اللي صار هنا وهسه راح توضح عندي بالامثله مالتي، زين. انا عندي هنا فد امثله حلوه كلش مرتبه. الامثله اللي راح ناخذها الان، اريدك تركز عليها. فد أمثلة كلش لطيفة. زين أول مثال عندي، أول مثال اللي هو أنا عندي فصائل مو المقاومة، تحياتي لهم، فصائل الدم. أوكي ها يقول يابا بما أنه إحنا عراقيين نتشارك بدم واحد، ها بما أنه إحنا عراقيين نتشارك بدم واحد، أنا وديار أبو راسي مربع نتشارك بدم واحد. أوكي لأنه عندنا محل. ها اذا نتشارك، هاي اكتبها فصائل الدم. اوكي نتشارك بدم واحد، احنا عراقيين عمي. ها عاش العراق. يرادنا هسه شنو بالمونتاج نطلع موطني موطني صعدت الوطنيه عندنا. زين راح يطفى السحب. زين فصائل، هاي طلعت مصائل، فصائل الدم. ها فصائل الدم نقول شنو؟ الدم عراقي. ها نتشارك بالدم العراقي، نتشارك. اذا عند شنو السياده مشاركة. ها سيادة مشاركة، يا هو النوع مات الدم فصائل الدم، نقول يابا نتشارك بالدم. اذا فصائل الدم يا نوع سيادة مشاركة. ها عيني زين اللي جاي تمام. زين نجي على النظام الثاني يسمونه نظام ام ان، نظام ان العفو شنو هي هاي من تقعد من الصبح وما متريق والصور. نظام ام ان في الدم. هسه راح نعرف شنو هذا الام ان، اللي هو مالت المستضدات اللي موجوده بالدم، اللي موجوده على سطح الخلايا الدم الحمراء، تفيدنا عند بالتبرع مال الدم سابقا، كانوا يعترفون بها بالتحاليل. هسه شويه ما تراهش عليه. موعد شلون نحفظها؟ نقول نظام ام ان محمد مشارك نور وتقله لا لا. ها وش تقول له؟ لا لا كل شيء. قال له يا بسوي هيك بالمحل، قال له لا لا. يا معاود اجيب هاي البضاعه، قال له لا لا. ليش؟ هسه راح نعرف انه ليش لا لا. زين نرجع شوي على فصائل الدم. ها فصائل الدم ايش عندي انا؟ فصيله الدم عندي اي بي، وعندي شنو هو الهجينه مالتهم؟ اي بي. حلو فصيله الدم اي بي اي بي. حلو زين اذا فصيلة الدم قلنا شنو؟ نتشارك بالدم العراقي سيادة مشارك. زين شلون انطيها طراز مالتها؟ باوع للطراز. انت هسه من اداخل النيدل بايدك، من اداخل النيدل بايدك بالتحاليل، شو راح تقول؟ اي. ها شو راح تقول؟ عافية وجعاي. زين فش راح تسوي؟ باوع لي تخلي حرف الاي اي اي يا فصيلة دم. هاي فصيلة الدم عندي اي. زين يا معودة يلا دي تحركة
زين باوع لهنا اي بي اي اس بي ايش تنطيني يا فصل الدم بي زين فصلة الدم الاي بي ايش راح تكون عندي اي اي عندي اي بي ها تذكرها شلون تتذكرها قول يابا احنا نشارك بالدم عراقيين اذا شنو سيادة مشاركة حلو زين وعدي هنا من ينسحب دم من يمين ايش يصيح اي ها تذكرها ايش راح تقدر تكتبها ها حبيبي اذا نظام الدم اي بي اي بي استاذ عندي او دير بالك لا تقرب يمه الاو هو واحد الاو فصيلة الدم او واحد لا تقرب يمه زين اللي جاي خلصنا من هذا خلصنا وراح نرجع ان شاء الله على الامثله مالته خلينا نرجع عند هنا شنو النظام عد الدم اللي هو ام ان زين عندي بي ثلاث انظمه نظام ام وراح يكون عندي شنو شو تقله لا شوف محمد مشارك منه يا نور ونور عناد تحيات النور اوكي شنو محمد مشارك نور وش تقله لا باوع لي لا ام نظام عندي ان ال ان يلا ذني هذه الانظمه مستضدات عباره عن بروتينات اوكي جزيئات من البروتينات يسمونها مستضد اوكي اللي احنا نصح له بالانجليزي الانتيجين راح يكون موجود على سطح الخلايا الدم الحمراء فاذا مرات ما تتطابق الاعضاء او ما يتطابق الدم راح يصير رد فعل مال حساسيه وممكن نفقد حياه المريض اوكي فهي تتداخل يعني هذا سابقا كانوا يعتمدون عليه هسه ما حد يعتمد عليه زين فاذا النظام عندي الام لا ال ال ام زين هذا منين جتني ال للعالم اسمه لاندشتاينر اعتقد هيك اسمه اوكي لاندشتاينر زين عندنا نظام الان ال اس ان زين هسه بعد عندي نظام الخليط بيناتهم نظام الام ان راح يكون بهذه الطريقه اوكي بيش الموضوع ما بيش زين اقول لكم خلي نوخر هاي الخطوط شو انا ما احبه هيك احلى احس هيك مو احلى والله تمام هيك احلى براحتي زين فاذا عندي نظام ام ال ام تذكروها تقول له يا ابو محمد اوكي محمد مشارك نور اوكي وتقول له لا وما دام مشاركها اذا مشاركها بيمن مشاركها هم اثنين بالدم والدم عراقي ها خليها براسك سياده شنو سياده عندي مشتركه زين بعد عندي لون الشعر في الماشيه اوكي لون الشعر في الماشيه ذات القرون القصيره دير بالك القرون القصيره مو صفه والعباس مو صفه شنو استاذ نوع عندي من الهوايش اوكي نوع عندي من الابقار من الثيران من العجوله اوكي اخوان راح نربينا هنا حظيره تكون نوعهن او فئتهن قرون قصيره يصحون ذني قرون قصيره عزون بجهه ذني قرون طويله بجهه عديمه القرون واحد ذيك الصفه مال عديمه القرون دير بالك صفه منديليه باوع ميز 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 بين صفة عديم القرون وذات القرون اوكي وبين شنو قصيرة القرون هاي قصيرة القرون فئة من الابقار بينما عديم القرون وذات القرون ذني صفات مندلية دير بالكم خذنا عليه مثال بالسابق اوكي قصيرة القرون واحد ذني قصيرة القرون مو صفة مو تكتب ليها نرمز لعامل صفة قصيرة لا غلط صفر بالسؤال يقول لك مثل يابا تزوجه اوكي او لقحه او ضربه اوكي ذكر ثور او يعني لقحه ثور يعني شنو ذات لون مثل لون شعر احمر اوكي من الماشية ذات القرون القصيرة وهكذا الذكر لذات القرون القصيرة مو تروح تكتب نرمز عامل صفة قرون قصيرة لا بوي القصيرة القرون القصيرة والعباس ترى دير بالك هاي فئة ها عمي زين خلنا نشرب ماي فحطون دائما انا اذكركم يشربون ماي سد الفيديو اشرب ماي يلا حبيبي الحمد لله وشكرا
هذا العين هنا له صفة عدي لون الشعر في الماشية ذات القرون القصيرة، دير بالك ميز بين عديم القرون وذات القرون. زين خلي ناخذ بالله شو قال لي بيها الرموز مالته. زين شلون انا اكتبها؟ عندي لون الشعر، لون الشعر في القرون القصيرة باوع لي بيها، عندي لون الشعر تكون اكو بيها ابقار او ثيران احمر حمراء، وعندي شنو بيضاء، صح؟ صح. زين انا شلون اريد اكتبه؟ الاحمر هسه شنو مبين؟ ريد، والابيض وايت. تمام تمام. ينقصنا بعد شنو؟ ينقصنا بعد حركة بسيطة، حرف السي. ها حرف السي، جاب حرف السي استاذ. حرف السي راح اعطيك ثلاث شغلات تربط بيهن، ثلاث شغلات تربط بيهن. اول شغلة تذكر لي انت تاكل على الريوق شنو؟ هبي كاو. ها هبي شنو؟ كاو. الكاو شنو؟ بقرة. دير بالك. اوكي هبي كاو شنو؟ هبي كاو معناته بقرة، يعني معناته البقرة السعيدة. ها كاو ماشية، الماشية شنو هي الماشية؟ مو معناها يعني ماشية بالشارع، لا لا، الماشية معناته الأفقار والعجولة والثيران. زين هو العجل ابن من؟ اوكي ركز فيه. زين لين راح بالك بعيد، فعدي هنا خليها براسك. خذت اول عندي حرف من الكاو اللي هي زين، او كلمة ماشية بالانجليزي، كلمة ماشية بالانجليزي يسموها الكاتل. كاتل همته حرف السي. زين استاذني انا بالانجليزي طقع طيه، مو هيك يقولون هم؟ زين هن بس شنو؟ ذات القرون. ها احنا نقول قرون، ها نقول قرون، شو نقول؟ نقول قرون. هو على شو نقول قرون؟ حرف الكاء احنا ما عندنا، فش نعوض عنه؟ حرف الكاف. ها حرف السي مو قرون. اوكي قرون صارت كورون، لان انا ما عندي حرف القاء بس بالايراني. ها فعندي خليها براسك كورون. ها اذا اخذت انا شنو لون الماشيه، خلي عندي حرف حرف السي. زين حرف السي اس دبليو معناته بيضاء، اس ار معناته شنو؟ حمراء. وبهاي الطريقه يكونون اوكي هاي الطريقه. زين من ذول راحوا يتلقحون او يزاجون، ايش راح يسووا لي الفرد الهجين مالتهم؟ سي اس ار سي اس دبليو. انت ايش راح تقول لي؟ كفو راح تقول لي احمر وابيض قبل وردي. لك بابا الوردي فقط بمن؟ بالسياده الغير تامه. ها بالسياده الغير تامه يعني شنو؟ خلاط تخلط. يعني هنا استاذ شنو ايش راح يصير؟ باوع لي هنا راح ينطيني غباري. استاذ شنو يعني غباري؟ الغباري من اجي اني للبقره اوكي او للثور، دير بالك لا نضحك، اجي افتش بالشعر، شوف افتش بالشعر مالته، القى شعرايه حمراء بصفها شعرايه شنو؟ ابيضة. فمن يندمج السوى ينطلي لون غباري اللي هو جوزي فاتح هيك شيء. وصلتك؟ فاذا اني جاي اعبر عنهن اثنيناتن، تشاركن لو ما تشاركن، تشاركن وخليها ببالك، لا توجد صفة سائدة أو متنحية في هذا النظام. ماكو صفة سائدة متنحية إنسان إياها. أوكي؟ ولا السائد أنه أو وحدة من الصفات ترفع تشتافها وعضلاتها على الثانية. لا يا حبيبي، تقول لي يا أبا الأبيض أنت أطلع لي شعر أبيض وأنا أطلع لي من هالجهة شنو؟ شعر أحمر، اثنيناتهم يختلطون وحدة فوق الثانية، شعراية بيضة، شعراية حمر، شعراية بيضة، شعراية حمر. ماكو سوى. أوكي؟ اما عندي همتين حتى بنظام الدم، باو عندي هنا نظام الدم شنو؟ ام، نظام الدم عندي ان، باح شنطاني بالاخير ما كتب لي نظام دم مثلا، خلينا نقول نظام تي، لا ايش قال؟ نظام ام وان، يعني اثنيناتن جاي ظهرا تشاركن. زين نظام عندي هنا اي وبي، شنطاني عندي اي بي، ما قال لي سي، شاركوا، قال يابا انت الاي تظهر والبي يظهرون، اثنيناتن سويه. شلون انا وديار براس المربع شاركنا تحملنا المسؤوليه كلها سوا؟ اوكي والله واضح انا؟ ايه واضح. زين فهذا انا عندي هنا كليته عندي ب ما يخص هذا عندي الموضوع، ما تخلي ناخذ فد امثله معينه. اوكي تعالوا يا فصيله الدم اي من امراه. اوكي خلينا ناخذ لنا مثال ونرجع.
زين ناخذ هذا المثال ويطبق عليه كل الأمثلة البقية. كل حركات وأتي حركات. زين إيش قال؟ قال تزوج رجل فصيلة دمه أي من امرأة فصيلة دمها بي، فأنجب عدد من الأبناء جميعهم أي بي. هسه بعدين نكمل السؤال. نجي هنا نرمز، نرمز لأليل. إحنا كلنا نشتغل على أليلات بعد. ها أبوي نرمز لأليل شنو؟ فصيلة الدم أي. شنو نطير رمز مالته؟ ها جاي يسحبون مية دم أي. ها أي أس أي. زين نرمز لأليل فصيلة الدم شنو؟ بي أي أس بي. زين نجي عندي على الاستنتاج. ما على الاستنتاج، إحنا ما عندنا استنتاج، بس إثبات. إثبات أقول له يابه إن صفة فصيلة الدم أي وبي شو راح تكون عندي هنا؟ يا صفات إنه تعتبر سيادة لا مندلية، بين قوسين شنو؟ سيادة مشارك أو مشاركة أو مواكبة. فعنده شنو؟ زواج رجل فصيلة دمه أي من امرأة ذو فصيلة دم بي تظهر فصيلة مختلفة. شو راح تكون عندي هنا؟ أي بي عن الأبوي. أوكي؟ هاي لأنه سيادة، بس أقول لأنه صفة فصيلة الدم أي وبي تعتبر سيادة لا مندلية، سيادة مشاركة. فعند الزواج الأي من البي ينطي عنده شنو؟ صفة جديدة أو فصيلة دم مختلفة تدعى عند شنو؟ عندي الأي وبي. زين ورا شنطة عندي متعارفين عليه الطراز الوراثي. يلا طراز الوراثي أقول يابا كامل نفس الحكي مال مندل. أقول الطراز الوراثي لرجل فصيلة دمه أي، ذكر طراز الوراثي حرفين أي أي أس أي. زين الطراز الوراثي لأمرأة فصيلة دمها بي شو راح تكون عندي هنا؟ أي بي أي بي. زين هسه شو نسوي يا عملية بعد تضريب؟ زين عملية التضريب مالتي همتين كالآتي. طبعا خليها براسك السيادة المشاركة همتين راح تطلع لي نفس النسب إذا ضربت الهجين بهجين، همتين واحد اثنين واحد وراح نشوفها. زين نجي هنا علامة الذكر، راح أقول يا رجل ذو فصيلة دم أي في امرأة ذو فصيلة دم بي. اوكي بي 1 جي 1 عندي اف 1 هذه نعرفها. زين يلا زين دوري مشابهين او ما مشابهين؟ مشابهين. ناخذ شنو؟ واحد من يمهم حكي نعرفه سابقا احنا بعد مندل خبزنا خبز. يلا ضاربهم. ها اذا 100% شو راح يكون؟ انا عندي هنا فرد ذو فصيلة دم اي بي. زين خلينا نشوف بعد السؤال ايش قال، خلينا نتاكد من السؤال. قال ولو تزوج احد الابناء من فتاة، اوكي عفوا، من فتاة تماثله في الطراز الوراثي. يعني الابناء هذا اللي طلع الافوان تزوج من فتاة نفس الطراز الوراثي مالته، جد الطراز الوراثي. زين ها يعني راح ادخل بياجي جيل ثاني. اوكي هسه اجي ازوج هذا. زين هذا عندي راح يتزوج، راح اقول له يابا رجل ذو فصيلة دم اي بي علامة الرجل في امرأة ذو فصيلة دم شنو عندي؟ اي بي. اوكي اوكي زحمة الاخصاب لا تنسى ليها. بي شو راح تكون؟ 2. ليش؟ لان استخدمت الفرد مالت الافوان. وعد هنا جي 2
اوكي وعد شنو الافتو. زين هذا احنا نعرفه اي وعندي وياها شنو بي ثلاثة نفس الحكي وهي الطريقه. زين هسه ذول مشابهين؟ لا ما مشابهين، ذول هماتين ينزلون كل واحد ببعده مختلفين نفس السوالف مال مندل بالضبط. زين هسه شو اسوي؟ يلا الاول في الاول، يلا عين اول في الاول اي اس اي اذا فصيله دم اي. زين زائد الاول وين؟ في الثاني اي اس اي اي اس بي زائد الثاني في الاول اي اس اي اي اس بي زائد الثاني في الثاني اي اس بي اي اس بي. صح لو لا؟ زين ايش طلع لي؟ عندي اثنين باوع لي اثنين فصيلة دم اي بي وعندي واحد فصيلة دم بي وواحد فصيلة دم عندي اي. اذا النسبة هنا ايش راح تكون عندي؟ تختلف على يمن؟ تختلف على النسبة المندلية اللي هي شنو؟ 3 الى 1. كانت 3 سائد الى 1 متنحي عنده تضريب شنو؟ عندي هجين اف هجين. هذا عندي في مثال يخص عندي نظام الدم او فصائل الدم. زين تعالوا خلي نروح بالله نشوف ايش عندنا من امثله. زين نظام الثاني مات الدم الام ان نفس الحكي ونفس السوالف. اريدك تعرف لي انه الجلايكوبروتين شنو هو؟ هذا يفيدك همتين بالكليه. عباره عن جزيئات بروتينيه توجد بشكل مستضدين على سطح كريات الدم الحمراء، اكتشفت من قبل العالم لاندشتاينر لنظام الدم ام ان في الانسان. ثم قلت لك ركز شوي على الجلايكوبروتين يفيدك بالكليه. جزيئات بروتينيه بها شويه من الجلايكوجين اللي هو السكريات موجوده على سطح خلايا الدم الحمراء، السطح الخارجي مالتها اللي هو الغشاء مالتها البلازمي، اوكي؟ بشكل شنو مستضدات اكتشفها عندي من هو هذا العالم؟ العالم لاندشتاينر اللي احنا سميناه قلت لكم حرف الام لنظام الدم عندي ام ان في الانسان. زين. وطينا هاي مال التهماتين حكينا عليها، هذا باعولي. هذا ما به شيء نفس الحكي مالت الاول، بس شو اريد من يمك واجب؟ اريدك هذا تزوج رجل ايمن اليد مجهول المجموعه الدمويه. اوكي؟ من امراه مجهوله اليد ذات مجموعه دمويه ان ان. اوكي؟ فانجبا عدد من الابناء كان نصفهم اعسر ونصفهم ذو مجموعه دمويه ام ان. هذا اريده واجب من يمك، وان شاء الله انا راح انزله بالجروب. بس اللي يحله اللي يحله بلغ المساعدين، وانا همتي راح ابلغهم. اللي يحله 10 درجات تنضاف له على الفاينل. اوكي؟ 10 درجات شنو؟ على الفاينل. زين. المثال الثالث قلنا اللي هو لون الشعر في بعض السلالات، بوع سلالات الماشيه ذات القرون القصيره. اوكي؟ زين. هذا عندنا اخذنا اللي بيها. زين هذا التعليل تحفظ ياه مثل اسمك مرشح مهم دير بالك خاف يجيك، وانا صراحه خايف منه خايف منه دير بالك. طلاب الحضور من اقول هذا خايف من يمه يعني شنو؟ عافية عليكم طلاب الحضور يعرفون. زين فمن اقول خايف منه يعني دير بالك منه يعني لا يجيك بالقصه. زين ظهور افراد غباري عند تضريب انثى ماشي قصيرة القرون حمراء الشعر مع ثور ابيض الشعر، ليش راح اقول له؟ بسبب السيادة المشتركة، اوكي، بين لون الشعر الاحمر والابيض حيث يظهر كل اللي تأثيره بشكل مستقل على الاخر كل من بجهة ما يحدث اي اختلاط بين الاليلين، زين؟ ولحد هنا تكتفون، اوكي؟ تكملون، بس انه الاختلاط بين الاليلين، ما هو ايش قال حتى هنا؟ وعند الفحص الدقيق وجد ان هذا اللون هو خليط من شعر بعضه احمر وشعر عندي شنو البعض اخر ابيض، حكينا عليه ببدايه المحاضره. زين استاذ انت وضحت لي على نظام الدم اللي هو الاي والبي، قلت لي نتشارك بالدم العراقي، وعندي قلت لي شنو على نظام الام ان، قلت لي نور مشاركه محمد او محمد مشارك نور، اوكي، وهماتين بالدم وهي السوالف. زين بس انت صح ربطت لي على الغباريه او الماشيه ذني الابيض والاحمر، بس ما اتذكرها، خاف تجي بالامتحان وانا ما اتذكرها انه هي وراث، ويشيل لك ما نوع الوراث، ما اتذكرها انه هي نوع الوراثه هاي مواكبه او مشاركه. ايش راح اقول لك؟ اقول لك يابه ذني الماشيه الابقار، اوكي، الابقار او الثيران والعجوله مالتهم، كن هني طلع الفريق واحد موكب،
ها موكب واحد اذا شنو يا سياده مواكب عمعوفه هاي احنا بمحرم وبالمواكب ايش نذبح؟ نذبح طليان؟ لا طليان قليله نذبح، نذبح شنو كله عجوله وابقار وهاي ثواب اوكي؟ الطليان ماتين صار غالي هالفتره اوكي؟ اللحم تقريبا كيلو 24 شوي وضعي تعبونه بس عمي الابقار والعجوله فول اوكي كلها لحم عجل مندي حجي كباب اوكي بالزياره فول. فاذا خليها براسك انه احنا ايش نذبح بالمواكب الماشي اللي هي شنو عند الابقار والعجوله خاف تذكره خاف يقول لك الماشي اتذكر انه احنا نذبح بالمواكب ها كلمه مواكب يعني شنو مو سياده مو موكب حسين لا كلمه مواكب يعني شنو سياده مواكبه او مشاركه اوكي بعش اسوي لكم قالوا لي بعش اسوي لكم والله ملك الربط ملك الربط حرفيا زين الله خلينا ناخذ مثال نتونس به مكتوب حتى تصير محاضرة أسرع عند مزاوجة ثور أحمر الشعر ركز وياي ديار أوكي من سلالة الماء باوع من سلالة الماشية قصيدة القرون مو تصير ثور وتجي تكتب نرمز لعامل قصيدة القرون وتقول هاي صفتين إذا المنديل الثاني الله ياخذك إن شاء الله كسر بيدك إذا سوى هاي سالفة هنا هاي سلالة الماشية سلالة فهيك هيك بجهة أوكي شلون البكتيريا تتذكروها بكتيريا القولون وهاي سوالف تتذكرون هم شات عدي سلالة عشيرة هاي عشيرة مال البق مال البقار مع مال ثيران يسموها قصرة القرون أوكي بيت القصير إحنا نصيح له يلا عمي مشي زين ببقرة تحياتي للبقرة بقرة بيضاء شعر كان الناتج ثور غباري ها زين فإذا تزوج الأخير ولك هذا يتزوج أسمع مع بقرة مماثلة بقرة مماثلة شيلي ما تقول وين قاعد يلا عين ما ناتج الجيل الثاني وكيف تفسر ذلك وراثيا زين نرمز قليل الأحمر راح يكون عندي سي أس آر قلنا يا شنو كاو أوكي أو قرون أوكي زين نرمز عندي لقليل الأبيض هماتين سي أس دبليو اللي جايتنا عندي من وايت الاستنتاج راح إثبات يا مو استنتاج إن صفة اللون الشعر في الماشية قصيدة القرون هي سيادة مشاركة وعليه فإن مزاوجة ثور أحمر مع بقرة بيضاء ينتج عنه ماشية غبارية أنطي شنو طراز الوراثي الأبوين زين أجي أنزل الثور الأحمر عند قصير القرون بقرة بيضاء قصيدة القرون ينزلون أوكي يحتاج يعني النشر حناخذ واحد من يمهم أنضاربه مشترى عندي غبارية ما دام راح استخدم الأبناء إذن عندي بي 2 أوكي هنا أخوان بالملزمة هاي ملزمة ما منقحة دير بالك مكتوب ازهار ورديه الحين كل سبعه نزلت اكو نسخه اللي هي المنقحه فهذا الطباخ خطيه بالليل من يكتب ما ادري يشرب ما ادري شو الموضوع جاب الازهار على الثيران ما ادري صراحه فعنها هاي تمسحوها اوكي ايش تكتبون عندي هنا يلعن يومك هنا نكتب بدل هاي راح نقول يا به ثور شو راح يكون عندي غباري الشعر اوكي وعد هنا البقرة شنو غبارية الشعر زين ونكمل عندي البقية مالت هذا عندي دور شبيه مختلفين ينزلون كل من بجهة نجي عندي الاول في الاول وعد الاول عندي في الثاني والثاني في الاول ينزل وعند الثاني في الثاني والكلاوات والنسبة شو راح تكون انا عندي هنا هذا عندي راح تكون عندي احمر مو وعندي هنا شرح تكون ابيض وهذا عندي غباري اذا واحد اثنين عندي واحد هذا كل ما يخص عندي الامر وهاي خلينا بالله نشوف شنو بعد ثور ضربه هذا نفس الحكي بس دير بالك تعال 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 ايش قال؟ قال ضرب ثور ابيض عديم القرون ها عديم القرون تختلف اذا هاي صفه مندليه عديم القرون والثور الابيض شرح تكون يا صفه يلا يا صفة ها عفية من الصفات اللامنديلية هي السيادة المشاركة فاختلطن اثنين مع بقرة حمراء عديمة القرون فأنجبت عجلا غباريا ذات قرون ما هي النواتج الأخرى المتوقعة لهذا التزاوج علما أن صفة انعدام القرون شوف سائدة على صفة وجود القرون إذن باع بس هاي الصفة هاي مندلية أما البقية شو راح تكون عندي مات اللون راح تكون اللي هي صفة عدي مشاركة هذا أريد من يمك هماتين تحله أوكي راح يكون نطبق عليه قوانين مندل الثاني زين هذا صراحة هذا ضرب ثور أحمر هذا السؤال الثاني ضرب ثور أحمر الشعر
طبعا هذول الثلاثه خارجيات، بس هذا دير بالك مهمه ترى ممكن يجيك بالوزاره، اوكي؟ هذا كلش مهم. زين، ضرب ثور احمر الشعر عديم القرون ببقرتين هماتين عديم القرون، اذا صفه منديليه. اما جماعه احمر الشعر فهي يصير صفه لا منديليه من السياده المشاركه ببقرتين مجهولتين لون الشعر وصفة القرون، بقرتين ثلاثين مجاهيل. زين، فأنجب من البقرة الأولى جميع الأفراد الناتجة غبارية، ها، جميع عديمة القرون، وأنجب من البقرة الثانية نصف، ها، نصف بنصف. حل السؤال، يعني هذا جميع يعني شبيه البقرة الأولى والثانية نص بنص يعني شبيه. وصلتك بعد ما أقدر أحكي. زين، فهذا عيني اللي يحل هذا السؤال الثاني. وإذاك السؤال الثاني 15 درجة، اوكي، على الفاينل. زين، ضيف لان هذا البطل يا هو همتين اللي يحل هذا كلش مهم. طبعا انا الحلول راح انزلها مباشرة وين بالجروب مالتكم، فلازم تركزوا لي بيها، اوكي حبايبي. فاذا ضرب ثور ابيض عديم القرون مع بقرة حمراء عديمة القرون، فانجب عجلا غباريا ذات قرون، دير بالك ذات قرون وعديم القرون، طلع لي ذات قرون عديم بعديم، اثنيناتهم سائد، سائد بسائد، ما يطلع المتنحي الا بحاله وحده، شو يكون؟ بطل، والله بطل، هجين بهجين. اوكي، نحل، انا ما اريد احله، يعني هو خليط مال المندل الثاني وهذا الموضوع، اوكي؟ انتظروني بالاليلات المميته. وهذا صراحه اذا حسيتوا به صعوبه راسلوا على الخاص، انزل لكم فيديو هماتين احله بخدمتكم انا، بس انا اريدك تتقوى. يعني الى متى انا احل لك الاسئله الاثرائيه كليتها؟ مع ذلك انه ان شاء الله راح انطيها لكم واجبات وانطيكم الحل مالته، واللي ما يفهم ما تشرح لي اياه او اصور لكم اياه فيديو، تأمرون امر. اشوفكم بخير حبايب قلبي، مع السلامه.